مرحبا بكم مشاهدينا ومشاهداتي الكرام في فيديو جديد وفي محتوى جديد على قناتكم التي ندرس فيها الكريبتو كرنسي بصفة عامة والمشاريع الجديدة في السوق. اليوم سنتطرق إلى محورين. المحور الأول هو العملات التي ممكن أن تعمل مثل النجاح الذي عرفته عملة الزلكا. ثلاث عملات سأقترحها عليكم، ثم بعد ذلك سنقوم ب أيضا دراسة مشروع ستيبن أو مشروع الخطوات، ثم أخيرا سأطرح فكرة وأريد رأيكم في تلك الفكرة، وأتمنى أن تلقى إقبالا لكي نقوم بمشاركتها معكم في هذه القناة. المشروع الأول الذي أريد أن أشاركه معكم الذي سيقوم بانفجار سعري من خلال هذا المبيان السعري الذي أراه، فالتصحيح قد انتهى، فهناك الارتداد التصاعدي يعني بدأ في الاتجاه الصاعد بشكل تصاعدي. فعملة الريد فوكس فهي من العملات القوية التي ممكن أن ترى انفجار سعري مثل الانفجار السعري أيدي الذي رأته عملة الزلكا. كما ترون هنا عملة الزلكا فقد شهدت انفجارا تصاعديا من 0.50 إلى 0.22 في بعض المنصات التداول الأخرى، فهذا الذي ترونه فهو مبيان السعري اليومي. فكما قلت قد انفجرت من 0.54 إلى 0.22 لأن كان هناك حدث، في انتظار هذا الحدث تم الانفجار السعري التالي، تم الإعلان عن الحدث الآتي في 23 مارس، فالجميع من المستثمرين رأوا هذا كفرصة للاستثمار. ففقط إن استثمرت $1000 في الثمن السعري لصفر لنقول 0.50 أو 54 أو 45 فستعطيك 22222 من قيمة عملة الزلكا، وبعتها في بثمن 0.20 فقط 0.20، ولو أثنى الثمن ذهب لأكثر من ذلك فستكون لديك $4000 $440 كربح صافي، ناقص $1000 للاستثمار فهو $3000 $440 ربح صافي الذي سيذهب إلى الوالد الخاص بك. سنحاول الآن أن نرى بعض المشاريع التي تقوم ب يعني صعود مماثل كما الذي رأيناه في عملة الزلكا. عملة الزلكا هذا هو الحدث ميتابوليس الذي تم كما قلت سابقا في 23 من مارس، تم نشره على صفحة تويتر الخاصة بهم، فهذا هو الدافع الأول والأساسي الذي قام أو الذي كان خلف هذا الانفجار السعري الذي ترونه في هذا المبيان. وهناك مجموعة من الأشخاص يحاولون الآن القيام بالتويت حول هذا الموضوع، ولهذا انفجر الثمن بهذا الشكل الرهيب. فعملة الريد فوكس ستقوم بنفس الشيء كما ترون، يعني الارتداد التصاعدي فقد بدأ، فهناك صعود آتي إلى ربما 0.30 إلى 0.33. العملة الأخرى التي أريد أن أشاركها معكم فهي الآن كالتالي عملة الألتورا، هي أيضا من عملات Play to Earn أو العب للربح أو الميتافيرس، من عملات الميتافيرس القوية، فرأيناها في خلال شهر أظن شهر بين شهر أغسطس وماي صعدت إلى 0.30. لنقم بتبسيط للاستثمار فهو $1000 إن اشترينا في ثمن 0.50 أو 57 فستعطينا بقيمة 20000 حبة أو 20000 من التوكن. إن ضربنا هذا الرقم في 0.40 الذي كانت فيه العملة في شهر أغسطس فهي $8000 ناقص $1000 الاستثماري، فستكون هناك حوالي $7000 ربح دخل صافي للوالد الخاص بك. فهذا فقط بعد الماتيماتيك البسيط. فعملة الميتاهيرو كما تعرفونها ربما وقمنا ربما تحدث عنها في هذه القناة، فهو عملة أيضا من عملة الميتافيرس والتي ستكون مسؤولة عن رفع صورتك إلى الميتافيرس. وهذا المشروع كان في 0.40 إلى 0.45، فهناك أيضا ارتداد سعري قادم لهذه العملة، ويمكن أن نرى إلى حدود 8000 إلى 7000 ربح صافي إن استثمرنا بقيمة $1000 في هذه العملة.
إلى ربما سنرى هناك سعر جديد أكثر من السعر السابق الذي قمنا بالذهاب إليه أو الوصول إليه أو قمة السعر أو القمة السعرية السابقة. ربما سيكون هناك أيضا تجاوز لهذه العملة إن كان هناك استثمار لمجموعة من المستثمرين في هذه العملة. فالعملة التي أريد أن أشاركها معكم اليوم الجديدة والتي هي GMT، عملة ستيبن أو عملة الخطوات، فهي الآن قد أنهت مشروع، ليس مشروع ولكن أنهت تموج السعري الإليت ويف. هذه يعني الموجة الخامسة، لن نعرف أين ستوقف هذه الموجة الخامسة، فهي في 3 أو 4 أو 5 أو 9 دولارات. ما أرى هو أنها لا زالت ترتفع فقط في الستيبن، فهي كما قلت ستيبن مشروع الخطوات. فسنرى الآن الموقع يعني الأوفيشال هنا موقع، فما الأعداد التي ترونها هنا هم الأشخاص الذين يجرون يعني يقومون بالرياضة. فهناك أشخاص نرى هنا قيمة الكالوريز أو السعرات الحرارية تم حرقها والكاربون أوفسيت. سنرى ونرى كيف يعني ما هي هذه العملة وكيف يتم اللعب في هذه العملة أو الاستثمار فيها. في الأول يجب عليك أن تشتري حذاء من هذه الأحذية، ولكل حذاء خاصيته. فهناك خاص حذاء للمشي، يعني حذاء للجري، وحذاء للتمرينات الرياضية. فلكل حذاء له نسبة من العملات التي يمكنك أن تجنيها منه. ففي الحذاء الأول 1 إلى 4، والحذاء الثاني 1 إلى 6، وإلى غير ذلك كما ترون هنا في المشروع. فبالأول قبل أن تستثمر في هذا المشروع وتقوم بربح هذه التوكنز أو هذه العملات التي سيتم يعني إعطاؤها لك إن يعني قطعت مسافة من المسافات التي هي محددة هنا، 1 إلى 6، 1 إلى 4 كيلومتر، 1 إلى 20 كيلومتر، إلى غير ذلك من الأرقام أو الكيلومترات المطلوبة لربح العملات. ففي مثلا الحذاء الرياضي ستحصل على 4 إلى 6 إن قطعت مسافة 20 كيلومتر فقط مشيا أو جريا بهذه العملة. فهذا الحذاء لديه مميزات، يمكنك أن تقيم بتحديثه وأن تزيد إضافات وأن تزيد مميزات إلى غير ذلك. سنيكرز ديتيلز بيج، فهي كما قلت هذه هي الشاشة التي ترى فيها جميع المعلومات بالنسبة لهذا الحذاء الرياضي. Equip your sneakers, move outdoors, burn energy and earn handsome rewards. نعم من طبيعة الحال، فهذا يمكنك أن تشاركه عن طريق السوشيال ميديا، وأيضا تحميل جميع البرفورمنس التي قمت بها في هذه المشروع. فهنا مشروع GPS أو GPS، فهو أيضا يأتي من خلال هاته التطبيق، ويمكنك مشاركته ويمكنه تتبع خطواتك التي تمشيها ويقوم بتعدادها. وحينما تنتهي من هذا الحذاء ولا تريده فيمكنك أيضا إعادة بيعه. والعملات التي يعني تقوم بربحها من هذا المشروع يمكنك تحويلها إلى USDC، ومن USDC إلى سولانا، ومن سولانا إلى عملات أخرى تريدها، وبذلك ستكون قد استخرجت أرباحك من ذاك المشروع. الفكرة التي أريد أن أطرحها هي فكرة الكورس. لدي موقع LinkedIn Learning، فهو معطى لي من طرف الشركة، فهو موقع ليس بالمجان وهو مدفوع. إن أردت الدخول إليه فسيطلب منك الدفع في هذا الموقع من أجل الاستفادة من الدروس الموجودة. فلا طالما أنني لدي هذا الموقع ولدي دخول إليه بالمجان معطلي من طرف الشركة للاستفادة والقراءة والدروس إلى غير ذلك، فأريد أن أشارك معكم هذا المحتوى. فجميع المحتوى هنا فهو بالإنجليزي، وحاول أن أخذ هذه الدروس التي مطروحة هنا في LinkedIn Learning وأن أقوم بصياغتها باللغة العربية لكي يستفيد الجميع. القناة قمت فقط بإنشائها لكي يستفيد الجميع وننشر المعلومة بشكل عام. فإن ذهبنا إلى مثلا، سأعطيكم فقط مثال، هذه الدروس دروس يعني professional، دروس مهنية يقوم بها أشخاص مهنيون، أشخاص ذو خبرة، أشخاص لديهم مهارات، أشخاص يعملون في المجال. لنذهب فقط على سبيل المثال إلى
موقع يوديمي، فإن فقط بحثت عن الكريبتوكورنسي أو العملات الإلكترونية فهناك يعني كورسات تباع، أقل واحد فيهم يباع بعشر دولار 12 دولار، وربما لن تستفيد شيئا من الكورس الذي ربما ستشتريه من هذا الموقع. فمن الأحسن أن نشارك هذه كما قلت هذه المواضيع وهذه الدروس من LinkedIn Earning، سأخذها بالإنجليزي وأحاول أن أقوم بصياغتها بطريقتي باللغة العربية وأطرحها لكم هنا. فقط ضعوا لي تعليقا إن رحبتم بالفكرة، إن كنتم ضد الفكرة أيضا يمكن لكم أن تقوموا بالتعليق عنها. فقط اختاروا هل أنتم ضد أو مع الفكرة، فإن كانت فكرة جيدة فهذا شيء جيد وسنقوم بالعمل عليه، وإن لم تكن فسنقوم فقط بتجاهل هذا الموضوع ونركز على مواضيع أخرى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، وأتمنى لكم يوما سعيدا وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك. إلى يوم سعيد، مع السلامة.